ادخل. الرسالة يا فندم. شكرا يا احمد. ايوه يا فندم، كنت محتاج اتكلم مع سيادتك 5 دقايق. حالا يا فندم، جاي لسيادتك. مع السلامة. جيورة زايد؟ ايوه يا فندم، جاله من غير ميعاد. وده كان عاوز ايه ده؟ كان بيسأله هيعمل ايه بعد ما قفل المصنع. ورده كان ايه؟ قال له انه بيفكر يشتغل في المقاولات، فعرض عليه ان هو يشاركه. مين اللي عرض على مين؟ عابد يا فندم عرض على جيورة. وكان رده ايه؟ مش للأسف من غير ما يرد عليه. موقف على الجبهة بقى متوتر جدا، والبنى في التحصينات بتاعت العدو الإسرائيلي بتشتغل بكثافة عالية جدا، محدش عارف هما بيعملوا ايه ورا الساتر الترابي اللي بنوه. هو الخبر الكويس يا فندم ان عابد عنده ميعاد كمان كام يوم مع مقاول كبير في حيفا بيشتغل مع سولي البوني، والوسيط في الحكاية دي المرة دي مرات المقاول نفسها. طيب مازن الحلبي بقى ايه اخباره؟ لا يا فندم كله تمام. عادل كلمني من شويه من الاردن وطمني على كل حاجه، يعني كلها كام ساعه والبضاعه توصل لعابد في حيفا. تصريحك لو سمحت. افتح. صباح الخير. صباح الخير يا مازن، تعال. ها؟ ايه الأخبار؟ البضاعة وصلت؟ تمام، في الجراج بس نشفت دمي. ليه؟
السكة مليانة كمائن ونقط تفتيش. اشمعنى؟ الفلسطينيين بيتسللوا من الحدود ويدخلوا البلد يعملوا تفجيرات وبلاوي زرقاء كتير. ايه ده؟ بجد؟ تقابلت نقط تفتيش كتير على الطريق؟ امال انا بقول لك ايه؟ انا نقابل العملية دي صعبة وكلها مخاطر، انا كنت خايف طول السكة. بقول لك ايه؟ لو خايف اخلع انت. وانا هشوف لي حد تاني على الحدود السورية واللبنانية. يمكن ده يبقى اسهل. اخلع ده ايه؟ وبعدين الحدود كلها خطر، الأردنية والسورية، حتى الحدود اللبنانية خطر. أدون آبد، أنا مش قادر أفتح عيني، أدخل هات الفلوس لحسن ما نمتش من امبارح. هجيب لك الفلوس. دول نزل رجليك من على الترابيزه وبطل تمد ايدك على اي حاجه. تعال. دول 2000 ليره مرتب الشهر. تمام. دي 500 مني ليك. اه مش بس كده، 500 تانيه من سعاده اللورد لحضرتك عشان تتبسط يا عم. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ادون ابد بالراحه. انت اجدع راجل في اسرائيل كلها. غور من وشي دلوقتي، مش عايز اشوف خلقتك الا بعد شهر من دلوقتي زي النهارده. ماشي ماشي. شالوم ادون ابد. شالوم شالوم. Thank you.
صباح الخير. اهلا يا عامر. بالهنا والشفا. تفطر معانا؟ اه. قوم هات فطار لعمك قابد يال. يلا اجري. انت لما خلص فطار قوي. هو الفطار هيطير؟ اجري اتلحتلح. حاضر حاضر. جبت الحاجة؟ في شنطة العربية. طب خش بالعربية على الحارة اللي ورا وانا هحصلك هناك. كارن اور شوف تاير برخيخة كل حايم عود لفنيخة. كل المعلومات اللي قدرت اجمعها لك عن شركة ستولر. شكرا يا عم جاكوب. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هروح المزرعة اشوفهم واطمن عليهم واتغدى معاهم. هشوفك بالليل. مش عارف. اصل بكره بدري مسافر ايلات. ايلات؟ اشوف وشك بخير. تليفون يا توفي. الو. ايوه اوكي. شالوم. شوية فلافل انما ايه يستاهلوا بقك يا خواجة. الله، امال ادون ابد راح فين؟ شاف وشك نفسه سدت مشي. طب والاكل ده كله هنعمل بيه ايه بقى يا خواجه؟ هناكل اللي ناكله واللي يفضل نخليه للغدا. يلا اتنيل افطر علشان تاخد بالك من الدكان. انا ما اروح لعمك يوشع في وادي صليب اشوف البضاعه الجديده وصلته ولا لا. عمار. اهلا سي توفيق. هات لي شاي. تحت امرك يا باشا. شكرا. العفو يا باشا. خلي بالك من نفسك يا توفيق. خليها على الله يا عم شكوب. سلام. سلام. مع السلامة.
لو سمحت. اتفضل. دواء؟ ما انا خدت الدواء يا انا. لا، الدواء اللي خدتيه ده كان قبل الفطار، ده بقى اللي قبل الغدا بنص ساعه. اتفضلي. برافو عليك يا انا، واخده بالك تمام. امال انا من يوم ما جت مش مخلياني محتاجه حاجه ابدا، عاملاني شغلانتها. ده ادون ابد دي اهو. بونجور. بونجور. ازيك يا مونيك؟ أنا هطري لك بسرعة أحسن، واقع من الجوع. حاضر. ازيك يا ماما؟ وحشتيني. أنت كمان يا حبيبي وحشتيني قوي. دي شنطتك؟ دي فيها حاجات جايبها لمراتك. خدوه. هو فينا؟ مالكش دعوة انت. معك شنط؟ لا معي شنط. سلام. اهلا يا اخي توفيق. السلام عليكم. عارف يا يوسف، انا ويعقوب واحد صاحبنا تالت اسمه مرقص
كنا جيران في الفجارة زمان، كنا زملاء في مدرسة واحدة، بنلعب كرة قدم في فريق واحد، كل يوم خميس كنا بنروح عماد الدين ندخل سينما مع بعض. لما كبرنا فرقت بينا السبل، مرقص استشهد في حرب 56 ويعقوب اشتغل في التجارة. الزمن دار بينا دورة كبيرة قوي يا يوسف. ربنا يدي لسيادتك الصحة طولة العمر يا فندم. لحد ما نطردهم من أرضنا. عارف يا يوسف، أنا جوايا إحساس مش عارف إذا كان صح ولا غلط. إحساس إيه يا فندم؟ إحساس إن اللي بيني وبين الإسرائيليين طار شخصي، شخصي جدا. مش سيادتك لوحدك يا فندم، كلنا جوانا الإحساس ده. عشان كده الضربة اللي جاية لازم تمسح كل اللي حصل في غفلة من الزمن. لازم. هتروح عيلات تعملوا ايه؟ متفسح يا ماما، مونيك بقى اكتر من 10 ايام ما خرجتش من المزرعة، ودول جماعة اصحابنا عزمونا نقضي معهم يومين، هي دي كل الحكاية. مين اصحابك دول يا عابد؟ تعرفيهمش انت يا كلير. مونيك انت ليه ما قلتلناش انكم رايحين ايلات؟ انا ما اعرفش الحكايه دي غير دلوقتي، عابد ما جابليش سيره قبل كده. هتروح انت ومونيك لوحديكم؟ مش فاهم. كلير قصدها هتروح لوحديكم ولا هتاخد خالتك وجوز خالتك ومامتك حبيبتك؟ المره دي هنروح لوحدينا، لكن لو تحبوا ممكن نأجر شاليه او حتى نشتريه ونبقى نروح في الاجازات. يعني انت لو معاك شويه فلوس وعاوز تصرفهم ممكن تبني في المزرعه فيلا صغيره تقعد فيها انت ومونيك، بدل ما انت قاعد في حيفا لوحدك وهي هنا لوحدها. ده انا كفايني قاعده معاكم. ميرسي يا حبيبتي. ان شاء الله بينا، المشوار طويل. خلي بالك على نفسك، مونيك معاك ويسوق على مهلك. ممكن تفهمني بقى بالظبط ايه حكايه رحله ايلات دي اللي ما كانتش على البال؟ امبارح. سيبك من اللي انت قلته امبارح وقول لي الحقيقه، الرحله دي ليها علاقه بالشغل؟ ايوه. طيب ممكن تفهمني ولا منو؟ الراجل اللي احنا رايحين نزوره ده عنده شركه مقاولات كبيره قوي، وهم عايزيننا نشتغل في المقاولات. نشتغل؟ نشتغل، ما احنا شركاء في كل حاجه. طب وشمعنى يعني المقاولات بالتحديد؟ مش عارف، بس بتهيألي الموضوع ليه علاقه بالانشاءات اللي بيعملها الجيش في الجبهه الجنوبيه. والراجل ده تعرفه منين؟ اعرفه عن طريق مراته. مراته؟ ايوه. ومراته دي تعرفها منين؟ كانوا زمان جيراننا في ابتن، وكانوا متعشمين اننا نتجوز. للدرجه دي؟ من بعدين لما لقوا مفيش فايده اتجوزت جوزها اللي هي معاه دلوقتي، وهي طبعا معاه في ايلات دلوقتي. حلوه. حلوه. ومالك بتقولها قوي كده؟ عشان هي دي الحقيقه. سلومي ست حلوه فعلا، ده بشهاده الكل. ولما هي حلوه قوي كده ما اتجوزتهاش ليه؟ أظن هو ده. ممكن أعرف منك حاجة واتجوزني عليها بصراحة؟ إيه حكايتك النهاردة؟ ممكن ولا لأ؟
اسألي. انت جيت هنا قبل كده؟ تأخرت كده ليه؟ ده احنا هنا من بدري. ازيك يا سلومة؟ انت اكيد منيك صح؟ اه. للأسف. للأسف؟ للأسف ليه؟ ده انت جميلة جدا بجد بجد يا أبد، عرفت تختار، برافو. اتفضلوا يلا. اتفضل يا منيك. ايه الغرة اللي انت عاملاها دي سلومة؟ أخيراً عابد وصل يا جابر. أهلاً عابد، ازيك حبيبي؟ أهلاً يا دكتورة. مونيك مرات عابد، فرنساوية. انشانتي مدام. اتفضلي. شكراً. على فكرة وإحنا صغيرين عابد كان فارس أحلام كل البنات اللي في سني في قبل، واللي أكبر مني شوية كمان. ولما كبرت يا ترى فضل برضه فارس الأحلام ولا خلاص راحت عليه؟ هو فضل كده لغاية ما انت استوليتي عليه يا منير، بقى ليكي لوحدك، ملكية خاصة يعني. على فكرة يا سلومي، الأكل جاهز وقت ما تحب. لو أكلنا هنكسر، وإحنا عايزين نخرج ونتفسح ونجري شوية ونفرج منيك وأبد على إيلات، مش ناكل ونتحبس في الأوض، ولا أنت جعان يا أبد؟ مش عارف، أنت رأيك إيه يا منيك؟ أنت عايز إيه يا حبيبي؟ أنا تحت أمرك. خدوا راحتكم يا جماعة، إذا كان على البحر والبلاج فدول موجودين مش هيطيروا، وقدامنا النهار لسه طويل، بكرة الصبح نخرج ونجري ونلعب زي ما انتوا عايزين. مش عارف، ما تسأليها، ما هي قدامك أهي. عن إذنكم هروح أتمشى شوية على البحر. معلش عن إذنكم. جابي، هو انا قلت حاجه غلط يا جابي؟ وضع حبيبتي ان مرات صاحبه ده بتغير عليه قوي قوي. مالك يا مونيك؟ مفيش. باين عليكي زعلانه ومتضايقه وغيرانة كمان. أنا أغير من واحدة زي دي؟ صراحة لو غيرت منها مالكيش حق. يا سلام، ليه بقى؟ علشان أنتي أجمل ست في عينيا. أنتي عارفة لما ميلت عليا كانت بتقول لي إيه؟ مش عايزة أعرف. براحتك. كانت بتقول لك إيه؟ كانت بتسألني إذا كان عندك بيبي ولا لأ. نفسي يا عابد، نفسي بجد. ما أقدرش أخلف وأتحمل مسؤولية طفل قبل ما أعرف المستقبل هيبقى شكله إيه ومصيري هيبقى شكله إيه. لو عملت كده هبقى بظلم الطفل ده قبل ما أخلفه. فهماني يا مونيك؟ مالها مونيك يا عابد؟ سلومي، أنا في حاجة كده. أنت ست وهتقدري اللي هقوله لك كويس. قصدك إيه يا أبت؟ خلينا أصحاب أحسن.